مالية راك ربما ما بتخلصش. كانك مستثمر أجنبي تنجم تستثمر من هرت اللي تحب تخرج فلوسك ربما ما تنجمش سوى أرباح ولا أصل الاستثمار. وإذا كانك تاجر باش تبيع بضاعة البلاد التونسية ثبت أمورك خاطر ربما ما تخلصش. دونك قاعد بعبارة أخرى هذوما الوكالات اللي قاعدين يعملوا في التصنيفات بصفة عامة يقولوا المؤسسات المالية اللي باش تقرض راهي البلاد هذية ما هيش محل ثقة برشا ردوا بالكم. تقول المستثمر الأجنبي سايب عليك راهي مناخات الاستثمار ما هيش كما يلزم وتقول المؤسسات الاقتصادية اللي هي تتعامل مع تونس وقف زاده كيف كيف لا اما وقف ولا اشرط عليهم يخلصوك بالمسبق ويعني شروط شروط المجحفه اللي تنجم تصير. هذوما كلهم اللي قلتهم لي استاذ سعيدين هي اطراف خارجيه لتونس. نعم تونس تو تونس شنو يلزمها تعمل؟ كيفاش يلزمها تفهم الرسالات هذه والتصنيفات هذه؟ مع العلم انه فما برشا اساتذه قالوا انه رانا وصلنا الى مرحله الخطر في التصنيفات هذه. مش من اليوم. والحقيقه انا يلزمنا نذكروا انه هذه مش هذه اول مره التصنيف الائتماني نتاعنا يتم التخفيض فيه، هذه ثامن مره. منذ 2011 الى حد الان ثامن مره. فيقول القائل احنا زعما نفهموا. هذا الأسوأ أستاذ، هذا التصنيف الأسوأ البيت وإحنا معناه ماشيين وندهوا كل واحدة أسوأ من أختها. ما فيش خاطر المراجعة إلى الأسفل بصفة متواصلة ثمانية مرات. يعني ما فهمناش المساج في الأول وفي الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن. تعرفش تقول موديز الآن في التقرير نتاعها اللي موجود هنا تقول راكم ما كنتش تفهموا. إيش معناه؟ معناها عطاتك إذا كنت تحب أنت تحافظ على التصنيف هذا ولا تحاول تحسن فيه ها هي الشروط. في نفس التقرير ايش تقول؟ تقول انتم كوش قادرين باش تحترموا الشروط هذه، ولذا وكانها تقول حتما المراجعه القادمه باش تكون نحو الاسفل. ما هي الشروط استاذ؟ الشروط شو يقول لك؟ يقول لك عندك انت كي تجي تشوف الاسباب الساعه باش نعرفوا شنو الشروط. فما ثمانية اسباب اللي عددها موديز لهذا التخفيض. من ثمانية اسباب ستة منها سياسية. ستة سياسية وهما في التصنيف نتاعهم كل الوكالات التصنيف هذه نصف التصنيف 50% على الأقل موجه للأوضاع السياسية. كان أنت عندك حكومة مستقرة، حكومة مسنودة، حكومة عندها برنامج، حكومة عندها رؤية، حكومة قادرة على الإصلاحات، حكومة قادرة على الحفاظ على مصداقية الدولة التونسية، حكومة متأكدة أنها يعني تضمن تسديد ديون الناس، والا لا؟ اذا كان هذا ما عندكش مشكله كبيره. ومن بعد يلتفت طبعا للمؤشرات نتاعنا، اوضاعنا الاقتصاديه، اوضاعنا الماليه، واوضاعنا الاجتماعيه. وياكد من ضمن ما ياكد على وضع التداين الخارجي ويستعمل كلمه العبء الثقيل. العبء الثقيل تاع الدين او ما يسمى بالتداين المشط. كيقولوا التداين مشط معناها فما التشكيك في قدره البلاد على انها تسدد هذه الديون. وكان تحب هنا نجم نربطه أي مع ميزانية الدولة. أنا باش نسألك قبل على التبعات، على خاطر فما بما يسمى عند الاقتصاديين نادي باريس. نعم. اللي عيطولوا للدول اللي ما عادش تنجم تخلص القروض نتاعها، ما عادش تنجم. نعم. توفي بتعهداتها المالية ويعملوا عليها إملاءات وشروط مجحفة. شنو حكيته هذا؟ خاطر اللي سمع الكلوب دو باغي يقول لك هذا بالكشي كلوب دو نوي ولا حاجة. لا لا بوات دو نوي ولا ماهيش محوسة في الشوزيليزيه ولا ماهيش محوسة حتى ترفيه حاجة رديئة جدا للدول. نربط لك أنا بالميزانية. أي. أي. احنا تتفكر الفوفة أو الشوشرة اللي صارت على قانون المالية التكميلي نتاع 2020 وكان واضح أن هناك صعوبات كبيرة جدا، وكان واضح من وقتها أنه وكالات التصنيف راهي باش ترجعنا إلى الأسفل. ميزانية 2021 أولا وقت تقولوا ميزانية معناها أقل شيء أنها تكون متوازنة، مو هكا ميزانية. أيه ميزانية 2021 راهي ماهيش متوازنة. النفقات اللي موجودة في صلب الميزانية تفوق بكثير الموارد حتى كانت حصلنا عليها، مش تحصلوا عليها حتى كانت حصلنا عليها. هذا إشكال كبير ياسر. ومن ضمن الأرقام باش ما نكثرش أرقام شنو كل رقمين فقط. الرقم الأول أن تونس مطالبة بتسديد 16.3 مليار دينار قروض في 2021. مش معنى هذا الدين تاعنا، لا هذه خدمة الدين، يعني مستحقات الدين في 2021 هي ما يساوي تقريبا 16.3. وفي المقابل شتقول الميزانية؟ تقول أن الدولة في حاجة إلى تعبئة قروض جديدة
لسنة 2021 بما لا يقل عن 18.7 مليار دينار، منها 13.1 من الخارج. بمثل هذا التصنيف، بمثل هذا التصنيف وبمثل هذه المؤشرات وبمثل هذا الوضع السياسي اللي موجود الآن في تونس وكلنا نعرفه، كيفاش باش نقترضوا ومنين باش شكون باش يسلفنا؟ وإذا كان ما سلفناش كيفاش نسدوا قروضنا؟ وإذا ما سددناش قروضنا سنتلقى استدعاء إلى نادي باريس. شكون يبعث لنا الاستدعاء؟ نادي باريس. نادي باريس شكون هو نادي باريس؟ هذا فيه هذا كل الدائنين المؤسسات. فيه صندوق النقد الدولي، فيه البنك الدولي، فيه البنك الافريقي، فيه البنك الاوروبي، فيه البنك الياباني، فيه هذه المؤسسات. ايش تقول لك؟ سؤال بسيط جدا، راك ما خلصتش، شنو ناوي تعمل؟ كان انت عندك جواب مقنع ونجموا يتفاوضوا معك فيه، يتفاوضوا معك، ما كانش يقول لك احنا باش نعطيك الجواب. وقتها تجي الأوامر والإملاءات. قبل كانوا يحكيوا لنا على الإملاءات صندوق النقد كان كله غلط، راه كان فما تعهدات نتاع السلطة التونسية اللي ما احترمناهاش، ما كانش فما إملاءات. أما فرصة باش نوضحوا التعهدات والإملاءات. الإملاءات هي ملزمة وما عندكش حل باش تناقش ولا تقول أي نتعهد ولا لا. شوف يا خلود، ما يغلبك كان يقول لك أعطيني متاعي، أنت ما خلصتوش، يقول لك شنو تعمل باش تخلصني؟ وإذا كان أنت ما عندك جواب يعطيك الجواب، والجواب من نوع منها بيع هذه، أرهن هذه، نقص في كذا، أعمل كذا، حتى لين تكون قادر على تسديد ديون الناس. هذا نادي باريس. لكن فما نادي آخر، أيوة، اللي هو تسمى نادي لندن. مباشرة بعد نادي باريس يستدعوك الدائنين قطاع الخاص، الناس اللي في السوق المالية الدولية اللي أقرضوا تونس. قولك باهي احنا على العلم شنو عملت أنت مع نادي باريس، أعطينا أنت وشنو ناوي تعمل معنا. وفي هذا، هذه عملية تتسمى إعادة جدولة الدين إذا كانت وصلنا لها، وفي إعادة جدولة الدين مس من السيادة الوطنية مباشرة، لأنه تصبح تتلقى الأوامر والإملاءات من أطراف أجنبية، وتونس تصبح ماشي وحدها سيدة القرار متاعها، فما أطراف أخرى أجنبية اللي تعطيها القرار وتعطيها الأوامر. ولكن نحب نقوله يا سيدة الكريمة أنه هذا كل موجود في تقرير موديس، هذا واللي قبله واللي قبله واللي قبله. وأنا الحقيقة عندي اعتقاد أن مسؤولين السياسيين ما يقراوش، ما يحاولوش يفهموا. أستاذ عزين سعيدين، أنت أحلتنا إلى قانون المالية التكميلي وموارد الميزانية، منين التعب أمتاحها بتصير، وأحنا في التصنيفات هذية وفي علاقة الثقة هذية بين الدولة والمؤسسات المالية والمستثمرين والمؤسسات الاقتصادية إلى غيره. أعطيتنا برشا فرضيات أو المطروح حاليا من فرضيات على مستوى الأسواق المالية الخارجية. بعد الفاصل باش نرجع ونحب نسألك، الدولة التونسية أنا وحسب رأيك التمشي اللي باش تتوخاه توا في هذايا الكل، بعد لا نحكيو على رواحنا بي 3 في تصنيف موديس والتصنيفات الأخرى، ومشي نحو جيم، نحو جيم سي. بشرك بالخير. سي لا، مش أنا اللي نقوله، تقرير موديس. أي خاطر بعد بي 3 سي معناها هذا شكل تقرير موديس، وراكم غير قادرين بالوضع متاعكم الحالي، غير قادرين على حتى الحفاظ على البي 3 مع افاق سلبيه. وسي شنو ولا اللي فيها ظروف التشديد اللي فيها سي تصنيف؟ وسي يعني مشكل كبير، افلاس يعني، نحكيو على افلاس. انا ما استعملش كلمه الافلاس، ولكن مشكل كبير ياسر، لانك ما عادش تدخل السوق الماليه الدوليه، ما عادش يجيك المستثمر الاجنبي، ما عادش تتعامل مع الخارج في التوريد والتصدير الا انك تدفع مسبقا. وتصور شنو معناها هذا الوقع نتاعو على الاقتصاد التونسي اللي باش يكون عاجز على خلق النمو، عاجز على خلق مواطن الشغل، مكبل بارك بسبب السياسات وبسبب الاوضاع السياسيه في تونس. والحقيقه راهو حتى حد ما عمل لنا، نحن جنينا على انفسنا. استاذ عزيز سعيدين، رجعنا معك بعد الفاصل. انتم تسمعوا في 90 دقيقه مع خلود.
مرحبا بكم الكل، شكرا على المتابعة. أستاذ الاقتصاد عز الدين سعيدين، مرحبا بك مرة أخرى. نحكي على تصنيف تونس في موديس، قلت لنا بتروا وماشين للسي. السي هذا التصنيف اللي هو ماهوش باهي بالكل، معناها نوليو بالحق ما عادش نجمو نخرجوا على الأسواق المالية العالمية. في الأثناء الناس اللي يسمعوا فينا أستاذ سعيدين يمكن الكلام هذا الكل يظهر لهم غامض وأبسورد وتكنيك، يقول لك أنا خايف أنه نخل تنهار، الدولة تكون عاجزة عن سديد الأجور مثلا. هاي المخاوف نتاع الناس اللي يسمعوا فينا. معلش تركيز كان على الأجور، على خاطر الشهرية باش يعيشوا بها باش يعيشوا مالا بالبي والسي. أما ما نخافوش وقت للدولة معناها تعجز على تسديد ديون الناس، ديون الخارج. طبعا لا، ذيك يقول لك أمورها، أمورها تتصرف مع مواطنيها، تخلصهم في شهريهم، تخلي الناس تعيش مرتاحة. وهي هذيك الدولة عملت اختيارات وعنا مبدأ تواصل للدولة، والدولة تحمس مسؤوليتها وتمشي تتصرف مع لكن الدولة هي نحن. أي فماش احنا والدولة راهو، الدولة هي نحن. ما ننقلك هنا في الغليين راهو عادة راو. عادة الدولة راهي ما تفلسش في عملتها، معناها إذا وصلت أمور موصلها باش البنك المركزي يضخ أموال بالبلانشا بيه ونخلصوا الأجور، لكن بأي دينار وبأي قدرة شرائية، مثل ما صار في نهاية السنة الفارطة البنك المركزي تجبر باش يضخ 2.8 مليار دينار اللي أنفقت وبلعتها الدولة. لكن البنك المركزي مستقل، ونا لامبريسيون أنه ما فماش تناغم بين سياسة الدولة المالية والبنك المركزي، وهذه من مشاكلنا الكبيرة. لما احنا نتقدموا للاطراف الخارجيه بما فيها صندوق النقد الدولي بخطاب مفرط، بخطاب معناها مش متناغم، مش منسجم، مش خطاب دوله، خطاب اطراف، هذا طبعا يزيد ينقص في مصداقيه الدوله التونسيه. واللي نحب نقوله الحقيقه انه اللي السياسيين تاعنا لو يحبوا يقرأوا تقرير موديس، ولو هو صحيح بالانجليزيه لكن كنحبوا ترجمه نترجموه فماش اشكال، اما يقراوه ويفهموا منه شنو يلزمنا نعمله اذا كان فما حد ادنى من المسؤوليه ومن الغيره على مصالح هذا الوطن. هذا زاد لازم يفهمه المواطن التونسي. مواطن تونسي يقول راهي بلادك وصلت الى وضع خطير جدا وما يمكن ينقذ تونس الا التوانسه، ماناش نجيبوا ناس من الخارج ونقول لهم انقذوا لنا بلادنا يبارك فيكم تو كي تنقذوها نرجعوا. ما يصير شكه، مش هكا تصير الامور. ولازمنا نذكروا ايضا انه اللي في السلطه الان انتخبهم الشعب التونسي ويتحمل مسؤوليته في ذلك. يعني تشير انه الازمه السياسيه او ازمه التحوير الوزاري او الازمه الدستوريه زادت عمقت من الوضع الاقتصادي. حتى شك اليوم البلد مكبل، معطل معطل، يعني حتى الشغل العادي بتاع المرفق العمومي معطل. خلي من الاصلاحات وخلي انا يخاطبوني ناس يقول لي يا سي فلان بداتش الامور تتحسن، باش تحسن؟ نقول بدينا احنا نصلحوا، باش تحسنوا حدا؟ تحسن شو حدا؟ اذا ندخلوا احنا في اصلاحات، شكون اليوم داخل في اصلاحات؟ شكون اليوم يخمم في الاصلاحات؟ احنا نخموا في المسيرات ونخموا في 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 في, في التموقع ونخموا في تسجيل الاهداف على الطرف المقابل، والشعب شكون اللي يبيه بصراحه؟ شكون يخمم في قوته؟ شكون يخمم في شغله؟ شكون يخمم في مستقبله ومستقبل اولاده؟ شكون فعلا يخمم في المرفق العمومي الاساسي من صحه وتعليم وما الى ذلك؟ علاش احنا اليوم في مازق من الناحيه الصحيه ومازق اقتصادي ومازق مالي ومازق اجتماعي؟ علاش فما كل هذه الاحتجاجات الان اللي قاعده تصير في تونس؟ اي اذا كان نرجعوا للارقام تاع معهد الاحصاء ونشوفوا النسبه المتوقعه تاع النمو، خلطنا نحكيوا على الا 8 ونسب البطاله استاذ 8.8 الا 8.8. نجم نقولوا انه الوباء العالمي والكورونا هو اللي زاد فاقم الوضعيه هذه، والا هي السياسات منذ 2011 الحقيقه هي اللي وصلتنا للوضع هذا؟ هو ما من شك انه الوضع الوبائي كان عنده تاثير وكان عنده كلفه، ما فيش شك. ولكن إذا كان مش نحط الكل على الوباء رانا نغلطوا في أنفسنا، لأن أوضاعنا كانت صعبة جدا قبل الوباء. وهنا نحب نذكر أن نسبة النمو المسجلة في الثلاثي الأول من سنة 2020 قبل الوباء كانت صفر صفر، كانت إلا 2.2 عفوا، وفي السداسي الثاني من 2019 كانت صفر. هذا قبل الوباء. اثنين، وقت لجاء الوباء شنو صار؟ كيفاش أدرنا هذه الأزمة؟ هي أزمة ما فيش حد شك، أما كيف أدرناها؟
اليوم نلقاو روحنا في أكثر من 10% من مؤسساتنا الاقتصادية سكرت واندثرت وأفلست. نلقاو روحنا بنسبة بطالة ماهيش 17.4، الرقم الرسمي صحيح 17.4، لكن معهد الوطني الإحصاء أقرأه التقرير نتاعه بكل وضوح يقول لك راه وقفنا في شهر 10 صحيح بسبب الحظر التجوال والمشاكل هذيك، رانا ما نجمناش نغطيو الشهرين الاخرين. كي تغطي الشهرين الاخرين نسبة بطالة تفوق 18%. يعني نحن نخسر مواطن شغل بمئات الالاف، نخسر مؤسسات بالالاف، لأن وقت الحاجة ما جيناش للمؤسسة الاقتصادية وعطيناها الدعم اللازم وعطيناها القروض اللازمة وعطيناها السيولة اللازمة باش نجابه الوضع ذي مثل ما صار في كل بلدان العالم. احنا فضلنا شيء معين، قلنا لا احنا نحافظوا على نسبة التضخم المالي. يا سيدي هنا حفظنا، هنا حفظنا وهي اليوم في 5%، وهي سيئة على كل حال. شنو اللي ربحناه؟ مع العلم انه ما زلنا مواصلين في هذا المنهج بشكل خطير جدا. يكفي نعطيك مثال واحد، 2020 نسبة النمو التي تذكرتها كانت سلبية إلا 8.8%، ونفقة الدولة ارتفعت في سنة واحدة ب 22%. أي. ما تجيش، ما تقابلش بعض، ما تقابلش بعض، الاقتصاد ما يتحمل هذا الوضع. للناس اللي يسمعوا فينا وما عندهمش برشا تفاصيل عن الموضوع، ماذا يعني إلا 8.8% في حياة التونسي اليوم؟ أنه شو سي كوا لامباكت ديريكت؟ لامباكت ديريكت انه مواطن شغل مشات انقرضت، هذا يهم المواطن مو هكا ولا خي كرامة المواطن بالموطن الشغل ومورد الرزق نتاعو. ولذا 8.8% من مواطن شغل مشات. اللي يهم المواطن ايضا انه بالالاف مؤسسات خاصه صغرى ومتوسطه اقفلت ابوابها ومشات، وبالتالي هذا عنده تاثير مباشر على الاستثمار. شكون يجم يستثمر في هذا الوضع وهذه البيئة؟ وإذا كان ما تستثمرش تخلق مواطن شغل؟ لا. وإذا كان ما تستثمرش تخلق ثروة؟ وإذا كان ما تستثمرش تحسن مستوى عيش المواطن التونسي؟ وإذا كان ما تستثمرش ويبقى الشيء على حاله، ما هو حتى قيمة الدينار بشتيح؟ وبالتالي شو ندخله فيما يسمى بالتضخم المستورد، ونرجعوا إلى غلاء المعيشة، ونرجعوا لمستوى الأسعار، ونرجعوا للقدرة الشرائية للمواطن التونسي التي تدهورت بالنصف 50% منذ 2011. هاو حياة المواطن مباشرة، ويأثر حتى على أشياء أخرى أخطر من هذا، مش أثر على المرفق العمومي، في تدهور قيمة التعليم، في تدهور قيمة الصحة العمومية، في تدهور الأمن، حتى أمن المواطن باش يتمس بهذه الظروف الصعبة. بيه أستاذ سعيدين، عرفت شنو كما نقوله بالدرجة، درت معاك مشيرات الكل، بقي ما فما حتى مؤشر فيه شوية ضوء. دونك ما هي الاقتراحات؟ شنو تنجم اليوم الدولة التونسية تعمل؟ لأن ثنية يلزمها تشد حسب رأيك حسب قراءتك. باش نلخصها ونسهلها. أول شيء من فضلكم حلولنا مشاكلكم السياسية. أول شيء رجعونا إلى حياة سياسية طبيعية، اللي السلطة تحترم نفسها، تحترم بعضها البعض، وتحترم صلاحياتها، وتنظر إلى مصلحة الاقتصاد ومصلحة المواطن قبل مصالحها الضيقة الأنية الحزبية. وهنا نذكر بهذه المحاصصة الحزبية التي كانت قاتلة للاقتصاد التونسي منذ في السنوات هذه الكل. نبعد على هذا كله. إذا كانت حلونا المشكل السياسي، أنا نأكد مرة أخرى أنه رغم كل هذه الأوضاع الصعبة نحن قادرون على إيجاد الحل لمشاكلنا الاقتصادية والمالية والاجتماعية. معناه إذا كانت تحل المشاكل السياسية والأزمات يمكن بعد ذلك الحديث. وش معناه حلولنا مشاكلكم؟ به سيدي نقولوا احنا تحلت مشكلة التحوير، هل ستنتهي المشاكل في البرلمان؟ هل يلزم تنتهي هذا كله ونظام الاقتراع مش تنتهي المساوئ؟ هذا كله جزء من المشكل السياسي، هذا هو. حلولنا مشكلكم السياسي هذا وقت رانا ترتبنا سي ودي أستاذ سعيدين وما زالوا ما حلوش. أنا أكد لك إذا كان الناس حاسة فعلا وتحس بوضع المواطن فعلا، كل هذه أمور تصير في أسابيع قليلة، في أسابيع قليلة. علاش ما تصيرش؟ وعلاش ما صارتش لحد الآن؟ وعلاش ما نحاولوش نداركو؟ واللي حاول يدارك يزر برحو شوية. هل تعتقد أن رئيس الجمهورية اليوم هو الذي يجب أن يبادر بحل هذه الأزمة السياسية؟ بكل صراحة أستاذ سعيدين، خاطر هناك من يحمس أولياء رئيس الجمهورية، فما شكون يقول لك لا رئيس الحكومة والحزام السياسي هو المسؤول على هذه الأزمة؟ تحب صحيح؟ نحب صحيح. كلهم مسؤولين مع بعضهم مسؤولين ومتضامنين في هذه الأزمة،
وخلقوا الأزمة وعمقوا هذه الأزمة. دونك حل الأزمة السياسية أولا ثم بعد ذلك. بعد ذلك ندخل في برنامج إصلاح هيكلي ما يدومش أكثر من سنة ونص، يقف فيه نزيف هذا الاقتصاد، ونبدأ في إرجاع التوازنات العامة للاقتصاد نتاعنا، ونوقف نزيف الدين العمومي والنزيف تاع نفقات الدولة ونزيف التوريد وخاصة التوريد العشوائي. إذا كان يعني رجعنا الاقتصاد في وضع ما فيش نزيف، يولي قادر على استيعاب كل الإصلاحات الكبرى ونصلح اقتصادنا. ولكن أنا نقول لك في 5 سنوات على أقصى تقدير ترجع اقتصادك يشتغل كما ينبغي. طبعا الإصلاح الهيكلي اللي قلت لنا عليه شنو عنوانه أو عناوينه الكبرى، شنو اللي وصلنا للوضع هذا؟ كيفاش نفقات الدولة ترتفع بهذا النسق الجنوني والاقتصاد ما فيش نمو؟ التحكم والترشيد لنفقات الدولة وهذا مش حل واحد، هذا أطرود تاع حلول. أما أمشي في الاتجاه هذا تلقى كل الحلول اللي تهم المالية العمومية. التوجه الثاني، عندنا تقريبا 6 إلى 7 آلاف مليار من التوريد اللا ضروري في تونس، واللي وصلنا إلى التداين الأجنبي المشط. لابد نوقف هذا النزيف أيضا، ونحافظ على توازناتنا في ميدان الميزان التجاري. فمش كومش يقول لك احنا عضو في منظمة التجارة الدولية وعنا التزامات وما نجموش. غلط وكذب. منظمة التجارة الدولية تقول لك واجبك انك تحافظ على اقتصادك وانك تحمي اقتصادك وقت يكون في خطر. خاطيك عشنو التوريد اللي نحكيو عليه غير ضروري ومع اي جهات؟ مثلا خاطر نعرفوا فما برشا اتفاقيات صارت في علاقات سياسية في شراكات. كلها يلزمها تتراجع. كلها يلزمها تتراجع اذا كان حطينا مصلحة الوطن اولا قبل مصالح الناس الاخرى. وقت نشوف انا العجز عندنا مع الصين اليوم بدون اي معالجة، 6000 مليار عجز بدون اي معالجة، والحلول موجودة قلنا عليها منذ 5 و6 سنوات على الاقل. وقت نشوف العجز نتاعنا مع تركيا الان اللي ما كانش عندنا معاه عجز في 2010، اليوم 2700 مليار عجز، علاش؟ مفروض علينا هذا كله؟ وانسج على هذا تلقى تقريبا 7000 مليار من التوريد العشوائي اللا ضروري. وقت توقف هذاك راك باش تنفع المؤسسه الاقتصاديه نتاعك لانك باش تخف عليها الضغط. شكرا. الثالثه نكمل لك بسرعه كامله، وضع المؤسسات العموميه المفلسه. اش معناه وضع؟ واضحة الآن. شو لازم يعملول؟ لا، لابد من إنقاذها بدون أي شروط مسبقة. بدون أي شروط مسبقة. حالة بحالة. بدون خطوط حمراء. سميها كيما تحب. لا خطوط حمراء حالة الاتحاد يكون. نعم. خطوط حمراء. حالة بحالة بدون أي شرط مسبق، لأنه ما عندناش حق نحرم أنفسنا من أي حل من أنواع الحلول المتاحة. شكرا لك. تمنعوا بلادنا. المرة الجاية باش نبدأ من النقطة هذه إن شاء الله في حوارنا. إن شاء الله. كيفاش إنقاذ المؤسسات العمومية بدون أي شروط. شكرا لك أستاذ. شكرا سيدتي. عزيز سعيدان يعطيك صحة أستاذ الاقتصاد. شكرا لكم الكل. ميرسي توت ليكيب. باي باي.